صحة شريبتكم وين ما كنتم، احنا موجودين في الكبارية المائدة الخيرية اللي وليت شهرتها عالمية، اللي وليت تستقبل يوميا قرابية 2000 صائم من التونسيين والأفارقة وأشقائنا من الدول المجاورة، الناس الكل أضيف بحذاء علي كحلة. اليوم باش نوري لكم الكواليس الدخلانية نتاع تحضير المائدة الخيرية، وإحنا في وقت شقان الفطر والعمل على قدم وساق باش توصل الماكلة سخونة للناس اللي موجودة لبرا، وأيضا للناس اللي هزت شقان الفطر وتفطر في ديارها. كيف ما تشوفوا مصلي على النبي، معناتها هذيا الصلايط، ومنها هي فما عشرات الاقساع تحضر، نحكيو على اللحم والدجاج، فما مينيموم نص طرناطة يوميا، وعشرات الشبان اللي معاكم من الصباح بكري، شاف الناس الكل تبدا تحضر. خويا مرحبا بك سي محمد، صحيح فهمتني فما 500 دجاجة كل يوم قاعدة تجي، معناها نحضروا فيها من الصباح. التطيبة نتاعها فماك تعرف التطيبة نتاعها مش سهلة باش تطيب، فهمتني 2004 فهمتني من الصباح حتى فهمتني، عندنا وقت محدد معناها يلزمنا الخمسة نبدو كل شيء فهمتني، معناها حاضر وسي كملنا فهمتني، معناها مش حاجة لي حاجة سهلة باش نوصلوا باش نعملوها الشيء هذايا، مي الحمد لله ربي معانا فهمتني وواصلين للشيء هذايا، ونحاولوا باش نوصلوا حاجة أكثر من هكايا، وقادرين باش نوصلوا نعملوا حتى 2000 فهمتني وأكثر من 2000 كان نوصلوا لعباد معناها يحاولوا باش يعاونونا حتى يجوا فهمتني باش يعاونونا، فهمتني معاونة ما حشناش باش يعطونا حاجة ولا هكا، يعاونونا حاولوا فهمتني يجوا يعاونونا فهمتني بالمرامط فهمتني يعاونونا بأي حكاية باش نجموا نقدروا فهمتني باش نعملوا نوصلوا اللي حشنا به أكثر. نوريكم الصور المباشرة، هذايا وقت شقان الفطر معناتها وقت اللي تلقى الشباب في حماس كبير، الناس الكل قاعدة توصل وتمد في اللي بلاتو، معناتها هذايا من الداخل تقريب قلت فما 1000 يجيو يهزوا معناتها شقان الفطر يفطروا في ديارهم، والبقية يقعدوا لهنا، الناس الكل قاعدة تتعاون وقاعدة توصل في شقان الفطر لعابري السبيل والناس اللي تجي لهنا. شيف اليوم قلت المائدة الخيرية هذه معناتها بدات، والمسؤولية وليت كبيرة، وربما الرقم يفوت 2000 يوميا، وعمناه لريت فما العاصي يتذبح تقريبا في الشطر الثاني يكون نهار، العلوش يجي وبارش حكايات معناتها تتعمل في شقان الفطر لهنا. والله ايه لما حال فهمتني، نقص على عمناول فهمتني، عمناول كان خير فهمتني بزايد شويه وبيه سنين ناقصين برشا، حتى والله قاعدين فهمتني نعانوا حتى في حكايه الفاح، معناها ما تعرف فهمتني مرامة تاع 1500 عبد و2000 عبد باش توصل فهمتني باش تطيب المرامة هذوك، معناها يلزم اللفاح ويلزم فهمتني الزيت ويلزم الطماطم ويلزم، والله ناقصين في الحكاية هذه ناقصين، الحمد لله قاعدين نحاولوا باش نوفروا فهمتني الماكسيموم، والحمد لله تشوف ديجا فهمتني راهو كي تقول لك انت راهو 1000 راهو باش يهزوهم راهو يهزوا في دوبل، معناها يوصلوا حتى 1500 فهمتني بركات نتاع هذه نتاع ماكلة يهزوا فيها، معناها يوصلوا فهمتني بال 1500 هذه برك يهزوها دوبل ماكلة، أبار ال 1000 اللي قعدوا لهنا، معناها حتى من الماكلة رانا بالحق واصلين أكثر من 2000 فهمتني، أكثر من 2000 فهمتني عبد قاعدين نعطوا فيهم في الماكلة، والحمد لله. إجا معايا شوية دور الكاميرا، الشيف حكى على المرامط، حكى على كيفية التحضير. راو التحضير نتاع شقان الفطر يتم بطريقه معناتها بدائيه، بطريقه معناتها ماهيش متطوره كما تتصوروا فيها، والا معناتها ماتريال ديفلوبي وكبير برشا، وانما على الطريقه العاديه التقليديه التونسيه، هاكم تشوفوا فيها معناتها دبابز الغاز العاديه المرامط الكبار، ويتم التحضير البلاتوات نتاع الشيء هذا. الشيء هذا هو تعب فهمتي برشا،
تو كيما بالخص المقرونه اليوم كي تجيب المقرونه يلزمنا نطيبوها بمتي بالوقت لا مينوت، وانت تعرف المقرونه ما تاكل كانها لا مينوت وبمتي واحد. هاي العباد قاعده تسربي من غادي ونحن قاعدين فهمتني نطيبوا من تو قاعدين نطيبوا لهنا حتى بعد شقم فتره نوصلوا حتى مازال نطيب. وهاك تشوف فهمتني في معناها في المرامط معناها حاجه تقليديه كما قلت، مش حاجه اللي معناها تكنولوجيا ولا حاجه اللي باش تعمل. واضح نوريكم في الكواليس لوطا شويه، معناتها هذه المرامط هذيك الصوص اللي حضروا فيه والمقرونه الناس قاعده تشق في فتره، لكن المرامط قاعده تطيب وقاعده تحضر اون باراليل، معناتها باش تفهموا الموضوع. فقط سؤال، احيانا نحكيه شويه على نقص في المواد الاساسيه كيف ما الزيت كيف ما العجين كيف ما السميد كيف ما الفارينه اللي هي من الاشياء اللي تستعملوها انتم في الطياب، عندكم مشكله في ايجادها واحضارها؟ والله عندنا يعني ما مشكله، معناها حتى كي يجيبونا معناها يجيبوا شويه شويه، وانت تعرف معناها اقل حاجه فهمتني في كل نوعيه نتاع فاح يلزمك تستعمل فهمتني معناها 2 كيلو 3 كيلو معناها في اي حكايه. كي نحن نوصلوا حتى للطماطم معناها مش نوصل نطيبوا فهمتني طماطم تصور انت تاع 2000 عبد باش تستوى باش تعمل طماطم قداش يلزم 50 كيلو معناها يوميا 50 كيلو فهمتني نتاع طماطم. الفاح فهمتني يلزم ان كل نوع فهمتني يلزم 3 كيلو باش نوصل معناها باش نوصلوا للحشنا بيه نحن، وعلى قد ما يجيبونا فهمتني اكثر على قد ما نحن نوصلوا فهمتني نحضروا ماكس. وان شاء الله ربي يسهل وكو خويا. ان شاء الله ربي يسهل، وبطبيعه الحال الدعوه موجهه للتوانسه الكل يحبوا يشاركوا في احضار المائده الخيريه في الكباريه، مرحبا بكم. والصوره الممتازه هي للشباب، هي للناس اللي قاعده تحضر وتخدم. ويظهر لي ناخذك انت على الطايف ما نسالش العام اللي ما تجيش فيه انت متطوع معناتها في شر الفضيل في المائده الخيريه نقصتك حاجه. كل عام كل عام نبدا التسعه نبدا لهنا تسعة تاع السباب باش قال فضل الروى. كيف كيف انت معناتها من الوجوه المالوفه من الطاقه ديما متطوع في الميدان الخيريه؟ احنا بطبيعتنا هذه محل نخدموا فيه احنا حتى في الليمات العاديه، وبطبيعتنا احنا قلت لك حتى انا من عائلتي ولادي معايا عاونوا يجيو يجيبوا ولادك معاك هما معايا ما هم ديجا هاكا فهمني مقابلينك والحمد لله. وانا استانست حتى في الدار ما عادش نشق فتري في الدار يلزمني نجي لهنا ان شاء الله ان شاء الله التوانسه كل كيفك وتعاونوا بعض خير عند ربي الحمد لله. وانا نبدا فرحان يعني. كانت عدالك اللي كنت معناتها من الوجوه المالوفه اللي ديما موجوده الحمد لله في شقان الفطر الحمد لله متطوع متطوعين ديما كل عام متطوعين الحمد لله كي نفرحوا العباد برك اخويا ونعملوا جو معاهم الحمد لله وحشنا بحد شيء. يوجعك قلبك يجي واحد ما يلقاش الماكله في الاخر؟ في الاخر والله ليه نعملوا الماكسيموم نحطوا لهم حتى طرف سلاطه نحو حتى من نتاعنا ما فما اللي يشق فطرهم الاخرانيين ساعات هكا يتبرع واحد من نتاع الاولاد او دجاج جعتي او شرب ما يروح حد لهنا بلاش حتى ما فما شيء ما بقى شيء يهز يا غرته باكل بن حاجه المهم يروح فرحان ما يجوعش قدره ربي ما يجوع حد في تونس ما يجوع حد ان شاء الله بقدره ربي ما يجوع حتى حد تكثر الفازيت هذيما الحكايات هذيما المواد الفطر هذيا بقدره ربي ما يجوع حتى حد في تونس ولا باس ديما لا باس وإن شاء الله أخويا ديما لاباس. بسمة زادة كيف كيف؟ هذا العام ربي لا يقطعنا عادة، عام ناول موجودة والسنة موجودة ومتطوعة لخدمة عابر السبيل والصائم والمحتاج والناس الكل تجيب أحذان. هذاك هو واجبنا أحنا. هذاك علاش كلنا احنا فرحانين وعاملين جو صحيح فما تعب تعب على الاخر ولكن فرحانين برشا كي الناس كلها تتززا وكل الاولاد يروحوا بعد شقال الفطر نقعدوا احنا نغسلوا المعون يجيوا بعد شقال الفطر ويطلبوا الاخت شادليه تعطيهم كل شيء احنا كل شيء بالزايد كان كسكسي كان مقرونه اي حاجه نطيبوها تقعد ديما عندنا قزعه زايده ريزيرف هذاك للي يجي بعد فهمتني نعطيوها والحمد لله. اللي يتفرج توا مش فقط تتعب وقت شقال الفطر وانما كي تقعد مؤخر بعد شقل الفطر ما تنجمش تتصور المعون اللي يقعد لنا باش نغسلوه ما تصورش الصاله كيفاش هنا البيتزاري كيفاش تبدا معبيه بك المرامط بالواحد ولكن الحمد لله نتلموا ننسى الكل مع بعضنا يد يد والحمد لله نروحوا مخر عادي عادي فرحانين وعام الحمد لله. انا واحده من الناس راجلي شق فطر وحده نازل شق الفطر يجينا نهز شق الفطر ويمشي شق فطر وحده. بالطبيعه محليهم حراير تونس حراير الكباريه هيك كنتوا تسمعوا فيها قلت لكم راجل يقعد في الدار يشق فتره مع الصغيرات وهي لهنا متطوعه لخدمه
عابري السبيل ان شاء الله الاجر حاصل ان شاء الله ربي يثبت الاجر. عماد عميد المتطوعين لهنا ربي لا يقطعنا عاده ان شاء الله احلى صوره ديما على الكباريه ولادها وقت يبداو نساو الرجال يخدموا في المائدة الخيرية. الحمد لله والله الحمد لله تشوف تبارك الله عرس مش وبرجالها وبنساها والكبارية والناس الكل اللهم صلي على النبي. والله تحس بحاجات اللي من داخل مش تحس مش تسيم ليل ونهار وباش تفطر العباد وتفطر الحمد لله. الحمد لله. قديش عندك من عام معناتها وانت متطوع في شهر رمضان الفضيل؟ 10 سنين. 10 سنوات. 10 سنوات. ما تفطرش في دارك، ما تفطرش مع الصغيرات. ما نعرفهمش. أنا مرة نهار صمت في رجب وفي شعبان. فرحوا كيفاش لقيت فطري معهم. في رجب وفي شعبان. إما متطوع. رمضان رمضان ديما نخدم. ديما نخدم رمضان. والحمد لله. الحاجة زادة الإيجابية فما صغار دوري كاميرا فما صغيرة فما بنية محليها معناتها كلها متطوعة. يا ولدي الناس الكلها الناس الكلها تبارك الله صغير وكبير وشياب وعزيز تبارك الله اللهم صل على النبي. كي تراها هكا وناس متطوعة بفلوسها وناس متطوعة بصغارها وتخلي في ديارهم وتخلي في واحد راهو شيء اللهم صلي على النبي وكهو والله العظيم. صلي على النبي. نقربوا شويه بالكاميرا غاديكا للصغار. ها قل قديش عمرك؟ 11 سنين. قديش؟ 12. شكون انت مع شكون جيت؟ مع با متطوعه ديما هاك. وانت قديش عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين؟ 9 سنين. باش تعطيني برتقاله معاك ولا ايه؟ ايه بيه صغار وكبار الكباريه الكل ديما مع بعضها. اه بابا اه والدها هنا متطوع انت وبنيات. اه متطوع انا وبنياتي. اول عام تجي ولا ديما؟ لا ديما نجي وديما نجي وما شاء الله يحبوا نعلموا فيهم في عمل الخير ونعلموا فيهم في باش يطلعوا كما تعلمنا احنا قاعدين نعلموا فيهم ان شاء الله نوصلوا الرساله وان شاء الله وصلت لي حول الله.